مرحبا بك في عالم وصفات دريم ويب. استمتعي بسرير كيك العائلة مع أوريو ودريم ويب. لهذه الوصفة ستحتاجين مغلف من مسحوق دريم ويب للطبقة العلوية وهذه المكونات. ابدأي بتقطيع سرير كيك العائلة، ثم حضري لدريم ويب للطبقة العلوية. في وعاء ضعي مسحوق دريم ويب مطبوعاً بنصف كوب حليب ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. اخفق المزيج حتى يصبح خفيفاً وزغباً، ثم ضعيه في خلاط الطعام وأضيفي الأوريو. اخفقي حتى ينسحق، ثم بلطف قومي بتقليبهم في دريم ويب. قدمي قطع ساريتا كيك بتزيينه مع أوريو دريم ويب. ستجدين وصفة ساريتا كيك العائلة مع أوريو ودريم ويب اللذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لعالم كامل من الوصفات.